لا تشغلي بالك، رح نلاقيها لبنتك، أكيد رح نلاقيها، بس خلينا نمشي هلأ لو سمحتي. يلا. أهلين عمي خير. عمي عدنان، يمكن رح تخليني روح إذا أنت قلت لها لستي. والله كتير بالي مشغول على رفيف، بتطمن عليها وبرجع. ما رح أتأخر أكيد بوعدك، لو سمحت عمي أحكي معه. هلأ مو وقت، الأغاية كتير معصبة. ابني ايمت رح يطالعوا لابن اخوك عزت؟ ما قالوا لك شيء؟ لا امي لسه، هلا بالنيابه ما مبين معه، بكره بس يحولوه على المحكمه بقدر اعرف ايمتى رح يطلع. بنتي روحي حطي السفره لغانم اغا، يلا بيكون جوعان اكيد. ماني جوعان امي، بدي ارتاح شوي بالاول. صار لك من الصبح واقف على رجليك، كلك لقمه بعدين ارتاح. باكل امي باكل بس لارتاح شوي. بده يتعب طبعا، راكد ورا الكل وبده يحل مشاكلهم كمان. صرف مالي فؤاد. خير؟ جيت لتاخذ بطار ابوك؟ اذا بدك تقتلني تفضل. لا ما بوسخ ايدي. ليش قتلته لابي فؤاد؟ مين استاجرك لتقتله؟ حلوه هي، بدال ما تغسل عارك جاي لهون عم تتمرجل، ما هيك؟ وعامل محترم فوقه مسخره. بعت لي امك تقوصني وتاخذ بطارك وانت تخبيت مثل الفيران وراها؟ طب لسانك ولك احسن ما قصه، عم اسالك جاوب بعد السؤال.
وإذا ما جاوبتك شو بتساوي؟ ليك ولا إذا حابب تعمل مشاكل هون يلا قول. يلا وأنا شاهز كمان. جاي تعمل آغا هون بس ما بيطلع لك. هون أنا الآغا فهمان وأنا الباشا كمان. لك حيوان. عادوا لك. لك. وشك على الحيط انت وياه ولاد؟ بعد ولاد عندك؟ بعد عنه للشغل. يلا وقفوا بلا حركة. شو عم يصير هون؟ يلا تعال معنا اتحرك. حسن مو؟ جمال وأبرنا وعزت صار بالحبس، كل شي صار مثل ما بدنا. انت ليش قالب خلقتك لهلأ؟ برأيك خلصنا ما هيك؟ تعرفي مين مبسوط بفوتة عزت على الحبس أكتر منك؟ حضرته ممنون كمان. وليش رح يكون مبسوط؟ لأنه عم يحاول ينفرد بفؤاد ويعرف مين اللي طلب منه يقتل أبوه. وإذا حكاله شي فؤاد تخرب الدنيا فوق راسنا يا بهي، رح ننتهي. وقتها بيكون كل اللي عملناه لحد هي اللحظة وموت جمال كمان كله رح يكون على الفاضي. نحن لازم نلاقي حل يا بهي. بدي حل لهالورطة. عرفتي هلأ ليش أنا متضايق؟ زمان يا عزت، بعد كل هالسنين هي أنا وأنت منلتقي بالحبوس، لك مين كان هيك بيتوقع؟ إيه؟ شايف؟ هذا قدرنا أخي. شكل القدر معاكس معك كتير. طلع عزت آغا محبوس ورا الحيطان، واحد واطي مثل فؤاد صاير بالحبس آغا. بدي أسألك سؤال أخي حسن، هذا الولد عمل له شي مشكلة أول ما فات لهون؟ يعني عمل شي خناقة مع شي حدا؟ حتى الكل هون عم يخافوا منه؟ والله ما حدا فهمان شي عنه. هو بعد ما قتل أبوك نفش ريشه كتير بالسجن وبلش يفت ويلم الرجال حواليه، وهون المصاري بتعمل كل شي لأنه في كتير ضعاف نفوس مثل ما بتعرف. شو هاد؟ هاد إذا بتتذكر البنت اللي كانت معنا بالمدرسة كنت أحكي لك عنها على طول. ايه بذكر، بنت النائب العام سامي بيك ما هيك؟ ايه ما شاء الله ذاكرتك مثل الحديد لهلا. هيك لكان، واخيرا كتبت كتابك عليها، والله ما حدا قدك يا اغا. هي قصة طويلة لا تذكرني فيها. خير صاير شي معك انت وياها؟ ما في شي. يعني هي اخر كاسة شاي رح نشربها مع بعض؟ حجزتي واخدتي التذكرة ما هيك؟ يعني خلص مسافرة بكرة؟ ايه لازم روح خالتي فاطمة، ما لقيت حجز غير بكرة الظهر لهيك أجلتها. دعي لي اتوفق بهالسفرة ولاقي بنتي. الله يوفقك بنتي. حكيت اليوم انتي وعزات؟ اتصلت فيه كتير بس ما عم يرد على تليفونه. شو نسيتي انك شلحتي المحبس وعطيتي اياه بنتي؟ طبيعي يعمل هيك، قلبه لعزة رقيق وحساس. كل القصص صارت ورا بعضها يا علي، وانت المفروض ما تتضايقي هيك، وانا متأكدة هلا عم يفكر فيكي ومشتاق لك. اخ يا ملك، يا ريت بتحسي فيني. والله بعطيكي روحي وبيع الدنيا كلها كرمالك. ألو ملك، هلأ كنت عم فكر فيكي. فيني ليش؟ يعني مشغول بالي مشان موضوع سفرتك. حجزتي تذكرة ولا لسه؟ حجزت، بكرة الظهر رح روح أكيد. بدي أسألك عن عزت وينه؟ بالبيت ما؟ عزت مانو بالبيت. طيب وينه؟ ما عندك فكرة؟ أنا يعني بدي أشوفه قبل ما سافر. والله ما بعرف شي عنه بالمرة، ومانو بالبيت كمان. سألت حدا من أهلك إذا بيعرفوا وين بيكون؟
ما سألتهم ملك. عدنان أنت ما عم تخبي عني شي مو هيك؟ تعرفي لو كنت مكانه لعزت كنت بعمل كل شي لحتى ما تسافري. عزت بيفهم ليش أنا رايحة، هو بيعرف إنه ما رح أرتاح لحتى لاقي بنتي. يسلموا حسن، ليش معذب حالك؟ صحة وهنا. ايه انت شو اللي جابك لهون؟ قصتي كمان طويلة يا عزت، شغلة تارات، بس شوف دبرت حالي وراح اطلع من هون عن قريب، يوم او يومين وبكون برا. لك حسن شو عم تحكي انت يا رجل؟ هالشغلة مو سهلة بالمرة، يعني الشرطة رح تضل رايحة وجاية على بيتك وما رح يتركوك أبدا، وأهلك رح يتبهدلوا معك كمان. قضي محكوميتك واطلع من هون. يعني اللي بتوقعه انت يعني ما بتطول هون فترة وبتطلع إن شاء الله. صبر شوي حسن، مو أحسن ما تدمر حياتك على الآخر وتضل كل حياتك بالحبوس؟ عزت بهالوقت حياتي مو هي المهمة، زينب، زينب أختي لحالة برا، والناس اللي علقان معهم ما رح يتركوها بحالها. اسمع، فيني طالعك من هون إذا بدك هلأ فورا بحكي مع الجماعة. أنا إذا بيطالعوني قبل ما أعمل اللي براسي نفس اليوم بعمل شي مشكلة وبرجع لهون بعد كم ساعة، في إلي شغل مع فؤاد الواطي وما رح روح قبل ما خلصه. معناتها أنا رح ساعدك بهي القصة لا تاكل هم، ورح خليه يحكي كل شي. رح يجنني هالولد، يا ترى شو القصة ليش تأخر؟ لك بنتي عمري من الصبح عم دق لسليمان على الموبايل وما عم يرد علي، انتو متخانقين شي؟ شو صاير بيناتكم بنتي؟ احكي ريحيني، شو القصة؟ يا الله شرف الأفندي. ابني وينك لهلأ انت؟ ولك والله رح موت عليك من الرعبة، ليه ما عم ترد على موبايلك؟ احكي ابني صاير معك شي؟ وينك انت لهلأ؟ انت لساتك هون ما هيك؟ انا ما قلت لك ما بقى بدي شوف وشك بالبيت نيفين؟ نلعي تعالي شوف. لك يا ولد وقف وقف شوي، جنيت انت يا؟ شو هالمسخرة هاي؟ ما بتفكر قبل ما تتصرف؟ حدا بيتفش مرة حامل بهالطريقة؟ حامل بسوق اللي حامل بسوق ابي حامل بسوق. نيفين كذابة مو حامل، ضحكت علي وعليكم. اه كيف يعني؟ بنتي نيفين انت عن جد مانك حامل؟ ستي لورين ما عم تخليني روح، وعمي عدنان ما رضي يساعدني كمان. انا مشغول بالي على رفيف، بس بدي روح شوفه وبرجع فورا لهون. زهرة بكره الصبح انا وانتي بنطلع من هون سوا، ماشي؟ انت بتشوفي اختك وبتطمني عليها وانا بتفتل شوي بالسوق، واذا ما سمحوا لي روح انا وياك. انت لا تاكلي همهم، انا بدبرهم خلاص. روحي نقلعي من هالبيت لشوف. روحي لك ابني. سليمان سليمان ان شاء الله لا تعمل فيني هيك، بترجاك. هداك المسطول اللي كنتي عم تضحكي عليه خلص راح، هداك خلص ماتني فيه. قلتي لحالك بكره بتضحكي عليه وكأنه ما صار شيء، مو هيك؟ ها؟ مو هذا اللي كنتي عم تفكري فيني فين؟ قولي. سليمان الله يخليك. سليمان بوس رجليك سامحني هالمره، ما بعيد ابو هداك. دخيلك لا تعمل معي هيك، ان شاء الله لا تبعتني لعندك. نيفي خلصنا بقى، طقت روحي منك ومن كذبك، روحي اتركيني بحالي. نقلعي من هالبيت يلا. ابني خلص طول بالك، اترك البنت شوي جنيت. ابي انت لا تتدخل، تحركي. لا يلا نشوف. يا الله يوفقك. نقلعي طلعي لبرا يلا. سليمان دخيلك وقف يا ولد. سليمان شو عم تعمل؟ سليمان لا تتركني لحالي ان شاء الله. سليمان فكر يلا نقلعي. حاجتك هلا روحي حضرتك وكذبي على كيفك، بس برات هذا البيت وما عاد بدي اشوف وشك من هون ورايح، فهمتي؟ لا تروح سليمان. لك نيفي
لك بنتي انت ليش هيك عملتي؟ ليش وصلتي حالك ووصلتينا لهالمواصيل بنتي؟ سليمان كان راح يطلقني لو ما كذبت عليه، كان راح يتركني عمي، كذبت كرمال ما يبعد عني، انا بحبه كثير، بحبه كثير عمي. هدول كنتي عم تضحكي علي مو هيك؟ سليمان حرام عليك. سليمان شو عم تعمل انت؟ شو شو عم تعمل؟ خلصنا بقى سليمان خلاص. حاجة مسخرة. شو بدك تساوي؟ لا الله يوفقك. لا Leman! Ya kanat eştin yar yar alevdim yandım o söndürdün beni. Gözümde parlayan ışıklar soldu. Özleyen, gel diyen yaşlarla doldu. Sensizlik kalbime bir hançer oldu. Alevdim, yangındım, söndürdün beni. Kabusa döndü bu en güzel rüya. Beni çok sevmiştin yeminle güya. Alevdim, yangındım, söndürdün beni. Senindir elbette suçu vebali yar yar. Alevdim, yangındım. كمان ما رد عليكي؟ الخط مسكر. يمكن معصب مني كتير لهيك سكره. خلص أكيد زعلان وما بقى بده يسمع صوتي بنوب. ما عاد بده يحكي معي ولا يشوفني. عزاد ما بيتصرف بهالطريقة، ما حدا بيعرف شو حالته هلأ. على الأغلب بيكون قلبه مكسور من اللي صار. بنتي تاكسي وصلت. ايه طيب خالتي فاطمة.
أنا آسفة عزت، ما بقصد أكسر قلبك وأتركك، بس أنا لازم لاقي بنتي. أرجوك تفهم، وبتمنى تقدر تسامحني. أنا بتمنى أرجع أشوفك مرة تانية. الله يحميك. عمي عدنان، بدك أعمل لك قهوة؟ لا زهرة، يسلم، مستعجل وبدي أروح، عندي شغلة ضرورية لازم خلصها. كنت كلك لقمة بالأول. طيب رح صب لك كاسة شاي. مو وقتها بلاها، الحق علي أنا لأنه ضليت ساكت لهلأ. أنت وملك رح ترتاحوا لأنكم ظلمتوا كتير. يسلموا. اعذريني إذا قصرت بنتي. يا عم الشوم يا خالتي فاطمة، شو هالحكي؟ أنت كنتي أحن حدا علي. لا تقولي هيك، إن شاء الله بتلاقي بنتك وبترجع لهون وبتعيشوا سوا. الله لا يفرق بين أم وولادها ولا يحرمهم من بعض. آمين. الله يحميك يا رب. الله معك. انت رح تكوني بخير على طول مو هيك؟ ايه اكيد، خلص تيسري. البيت بامانتك. خلص لا تاكل هم القصة عندي. شكله ما بده يفهم، بس وحياتك أنا بعرف منيح كيف راح فهمه. شباب مثل ما قلت لكم مفهوم، كل واحد منكم بيعرف مهمته شوية. يلا يعطيكم العافية. أنت خليك هون. زهرة، روحي فيقي لعدنان، اليوم جايتنا بضاعة جديدة ولازم يكون موجود. عمي عدنان طلع. لوين طلع؟ ما بعرف، قال عنده شغل ضروري لازم يخلصه بسرعة. وما قال شو عنده؟ قال الحق عليه انه ضل ساكت لهلأ، وقال انه زهرة وملك انظلموا كتير بحياتهم. ما فهمت شو قصده يعني. خير، ليش لحقني لهون؟ شو بدك؟ بدي منك تجاوبني على سؤالي. قلي لي شوف ليش قتلته؟ مين طلب منك تعمل هيك؟ مين بده يطلب مني يعني؟ أنا هيك خطر لي، ما حدا بيعطيني أوامر، فهمت؟ وهالمصاري اللي عم توزعها على الناس شو قصتها؟ أنا ما حدا بيطلع لي حسد. إيه أنا بدي حاسبك.
قول لشوف مين طلب منك الشيء؟ مين اللي قالك تقتل ابي ولك؟ قول. عزة تتركه، في حدا جاي. اليوم نفدت فؤاد، بس ما رح اتركك لا تقول كل شيء. عم تفهم؟ رفيف. يلا بنتي تعاكي للأمتين أبي. هادي بنتي صبي لنا شاي. بلشي، أنا راجع. أمرينا أغاية تأخذ بنتك رفيف معك وبتختفي أنت وياها فوضى. ليش لورين خانم؟ شو القصة؟ عدنان عارف وشكله ما رح يسكت ورح يكشف هاي الحقيقة للمعلمة. وإذا هي عرفت أنت بتعرف شو رح تعمل فينا وفيك رشيد. يا ربي دخيلك، بس شلون يعني؟ لوين بدي روح أنا وبنتي؟ نحن ما لنا حدا، وين بدنا نروح يعني؟ أنا ما بعرف، دبر حالك. اليوم لازم تروح وما بترجع لحتى خبرك أنا، ومن هون لوقتها ما بدي أشوف وشك. لكن جنابة مو قدراني على عدنان، بتجي علي وتتأمر. قال بدي يعني روح من هون وبأسرع وقت. شو أعمل؟ لوين روح؟ شو هاد؟ ما في أسهل من الحكي. لك أنتو إمتى بدكم تحلوا عني بقى؟ ابن عمي الغالي كيفك؟ اشتقت لك، طمني عنك. شو الأخبار؟ هيك لكان أنتو مسافرين يعني؟ شو هالحالة هاي؟ لوين بدي روح؟ خليني أحكي مع ابن عمي التاني. شو يا برد؟ ما عرفتني ولك ما؟ أنا رشيد؟ كيفك؟ طمني عنك. شو هالعيلة يا؟ هلأ صاروا كل مشغولين وعم يتهربوا، ولا واحد رضيان يستقبلني يومين عنده. لعمة شو هالناس هاي؟ هي رشيد أبو سليمان. والله اشتقت كثير لمسحاتك أنا. مسخرة يا. اسمع لي أقول لك، هلأ أنت شو أخبارك؟ شو طمني عنك؟ صار لي زمان ما شفتك، مشتاق لك كثير. بسيطة ابن خالتي، مو مشكلة، غير مرة إن شاء الله. إيه 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 إيه، مع السلامة مع السلامة. لا تنسونا من المكاتيب. ها الله يسلمك. ولا عدنان، أهلا وسهلا ابني، كيفك؟ وين ملك خالتي؟ ما أنا بالبيت. ملك مو هون، طلبت تاكسي من المكتب وراحت على المطار. خير؟ يلا بعدوا لك. خلصني يلا. كيلي. ألو غانم آغا، هاد أنا فؤاد.
اكلي لك شي لقمتين زمرد، ما بيصير هيك مشان صحتك. خير فؤاد شو بدك؟ ليك غانم اغا، عزت عم يضايقني كثير هون وبضل يسالني مين طلب مني اقتل ابوه. وانت ما قلت له اي شيء ما هيك؟ لا معقول، ما قلت له ولا شيء، بس يا اغا بظن انت لازم تدعمني شوي مو هيك؟ شو قصدك؟ تدعمني بالمصاري، هون كل شيء بيمشي بالمصاري. وانا اذا ما معي مصاري ما حدا راح يحميني اغا. يلا انتو كملوا اكلكم، انا بدي اخذ الدواء، راسي عم يوجعني كثير. ما على قلبك شر زمرد. شكرا. يلا انت كمان قومي ساعدي مرت اخوك بضب السفره. مين اتصل فيك غاني؟ شوفي نشفت لي دم، احكي فؤاد. عزت جوات السجن عم يضايقه، طلب مني مصاري حضرته ليسكت. دغري بتروح وبتعطيه اللي بده اياه. ولأيمتى هالحالة بهية؟ هالموضوع ما رح يخلص؟ بكرة كل ما احتاج مصاري رح يجي ويطلب منا، وإذا ما قبلنا نعطيه رح يهددنا. اليوم منقعد ومنفكر بطريقة نخلص فيها من فؤاد كمان، بس انت هلأ لازم تروح وتعطيه المصاري اللي طلبها، لأنه إذا قال شي لعزت منروح فيها. بس لو كان معي شوية وقت كنت خليته يحكي. لا تاكل هم، منلاقي طريقة تانية نوقعه. لحقوني. اسمعني انت وياه. ايه خير امور؟ بدي منكم تضربوه ضرب ما يقدر يفتح تمه بكلمة واحدة بعد هلأ. لازم نضل جنب بعض كل الوقت. ماشي؟ افتح الباب. يلا ملك. عدنان شو في؟ امشي. اترك ايدي، قلي شو صار لك؟ ما في سفر. عدنان شو ما في سفر؟ شو عم تعمل؟ بدي روح سافر شوف بنتي، تركني الله يخليك. لأنه بنتك طلعت هون ملك. كيف؟ شو عم تقول انت؟ بنتك اللي رايحة تدوري عليها موجودة هون وقدام عيونك كمان. كيف موجودة هون؟ كذب. زهرة. تفضل. علي. شو نسيت؟ شو اتفقنا مبارح؟ قلت لي رح نطلع سوا ما هيك؟ ايه. من وقت ما حكيت مع رفيف انشغل بالي عليها. امشي خلينا نروح نشوفها هلأ لو سمحت. طيب طيب منروح. هاد الحكي كذب كله. أنت بس عم تكذب علي مشان تخليني هون. اللي كذب عليك وعلينا هو رشيد مو أنا. طيب وأسيل؟ لا هالكلام مو معقول. زهرة هي بنت لأسيل، مستحيل صدق. يا ملك خلصينا بقى، هذا ملعوب منهم أبوكي ورشيد لحتى يبعدوكي عن زهرة عملوا هالشي. تعي معي ملك، خليني واجهك انت ورشيد، وانا رح اجبره يقول الحقيقه، وبتشوفي كيف رح تسمعي باذنك شو رح يقول.
ماني مستعدة اتحمل كذبة تانية مثل هاي عدان، عم تفهم علي؟ اتركني بحالي بقى. ملك، ملك، أنا صادق باللي قلته. زهرة بنتك ورح أثبت لك هالكلام. والله لأثبته. أكل، قومي كلي. لازم تاكلي حرام أو هيك حتخسري الولد. رفيف، يلا رفيف قومي بنتي. يلا لوين رايحين؟ امشي قبل ما يروح علينا الباص. يلا يا الله دخيلك، معقولة تكون زهرة هي بنتي؟ ما عم بقدر صدق هالشي، ما عم بقدر. طول هالوقت كانت بنتي جنبي وأنا مو عرفانة. لو كنت أسأل حالي ليش حبيتها كتير لهي البنت من أول ما شفتها. رشيد، ايه طمني، طلعتوا من البيت ولا لسه؟ طلعنا أغاية، هلا شوي وبوصل على الكراجات كمان، لا تقلقي. ايه ايه ايه، ليك رشيد ما بترجع لهون اذا ما وصلك خبر مني على الاكيد. عم تسمع امرك؟ ايه طيب. زمرد كيف صرتي؟ طمنيني. راسي عم يوجعني يا اغاي، حاسسته رح ينفجر من كتر التفكير. الآن كتير على عزت، يا ترى كيف حالته هلأ؟ أمي، نحن رايحين شوي على السوق. وشو المناسبة خير؟ ولا شيء، لنا منغير جو ومنرجع. علي، أبوك ترابه ما نشف لسه، وأخوك مرمي بالحبس، وأنت رايح تغير جو؟ كيف يعني؟ اترك الولد يروح أنت الثانية. يعني ما رح يصير شيء إذا طلعوا غيروا جو شوي. روحوا. ليش خليتيهم يروحوا يا أغاي؟ علي إذا ضل هيك رح تسوق حالته أكتر. تركيهن، خليهن يطلعوا يتمشوا شوي، يمكن هيك يتقربوا من بعض. بعدين هالشي لمصلحة علي لينسى. على فكرة أنا هاي البنت زهرة ما بوثق فيها بالمرة، هي يلي على طول بتلعب بعقله لعلي وبتخليه مثل المجنون. رشيد، رشيد، ما في حدا هون بالبيت، الكل راحوا. نيفين، شبكي يا اختي؟ سليمان تركني وقلعني من بيتهم. سليمان عمل هيك؟ بورجي لهالكلب. بسيطة، أنا بشوف شغلي معه بعدين. رشيد وينه؟ أخذ رفيف وراح. أخي لوين راحوا؟ ما بعرف لوين، بس سمعته عم يقول بدهم يروحوا بالباص.
رح اتصل بتاكسي وابعث لك اياه. بتفهمي وصلك على القصر ماشي اختي؟ انا وملك عنا شغله لازم نحلها. يلا. يلا عدنان استعجل. هون هون. شرف. يلا. بابا اتركني، ما بدي سافر، بدي روح شوف اختي. يسلموا معلم. لك شو هالحكي؟ اي اخت؟ هاي بو اختك، فهمي بقى، كأنه ما بتعرفي بالموضوع. ناقصك انت التانية؟ لكن هنيك في ناس بعرفهم، لا تحكي شي هلا. هلا حيو. سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. كانوا مسافرين. اي والله. مرحبا، كيف الصحة؟ الحمد لله. على راسي، كيفك اختي؟ اهلا وسهلا. اي والله رايح كم يوم لعند القرايبين، انه زمان ما شفناه هون، يعني قلت لحالي منغير جو. وابني ضل بالدكان بيشوف الشغل وبيدير باله عليه كمان. ايه وانا وبنتي الصغيره مسافرين لحالنا يعني. بوسي ايدين عمامك بنتي. يلا روحي. ما شاء الله ما شاء الله. عمك الثاني كمان الله يخلي لك اياها. ايه والله البنات بيكبروا بسرعه، شو بدنا نعمل يعني؟ كيفكم انتم؟ مناح؟ الحمد لله بخير. شو مشتاق لضيعتنا؟ مو مصدق انت قصر لهنيك. Masallarla dizlerinde uyut beni.